المستفيدين، مبروك للمستفيدين، والعاقبة إن شاء الله للآخرين. الله يفرج على كل سكنة. لا تنسوا وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار سكنات السوسيال في الجزائر عبر كل الولايات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار السكنات الاجتماعية في كل ولايات الوطن، شرقا غربا جنوبا شمالا. هذا دعما لنا لنواصل في نشر هذه الفيديوهات. مبروك ثانية للمستفيدين، والعاقبة إن شاء الله للآخرين بإذن الله تعالى.